عشان ما كانش حاضر ياخد باله من اللي احنا نقصده. نقول تاني ان بسم الله بكتب على العلم قبل ما نبدا ان الكورس ده مش متراكم على بعضه، مش بريكويزت لبعضه، يعني اجزاء مش بريكويزت على بعضها، يعني مش كل جزء لازم اكون مخلص الجزء اللي قبله. المفهوم ده في الكورس ده مش صح، بس الكورس اللي فات كنا نقول الكلام ده، لكن الكورس ده باكد ان كل جزء منفصل، يعني الجزء الاول كله لغايه الفايلز والكلام ده لغايه سي اس في فايل ماشي الحال، وممكن كمان الاكس ام ال معاه عشان فايلز مش مشكله. لغايه المنطقه دي كده انت ده يعتبر كورس لوحده على بعضه، مفيش مشكله خالص، ما فيهوش اي مشكله ولا اي ازمه السي وخلاص. ده اول جزء. لو جيت درست مثلا الجيسون ومعاهم الريست فول اي بي اي، او ممكن يكون ده لوحده، مش لازم اكون درست قبل الاكس ام ال ودرست قبل السي اس في، مش شرط مش شرط. فالجزء ده مش معتمد على الجزء ده. طيب دخلت على الفاير بيز مثلا، ممكن اعمل بلاي ليست مثلا فيها الفاير بيز والبيست فول اي بي اي وخلاص على كده، مش وتبقى منفصله، مش لازم اكون بقى درست كل اكس ام ال ودرست السي اس في فايل ودرست، لا لا مش شرط مش شرط. تمام، موضوع منفصل. طب احنا دلوقتي شغالين في الماي سيكوال، احنا دلوقتي شغالين في الماي سيكوال. طب في الماي اس كيو ال انا مثلا لازم اكون عرفت الفاير بيز والريست فول اي بي اي والكلام ده؟ لا مش لازم خالص اصلا. طب الاكس ام ال، طب الفايلز، لا 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 مش كلام من ده. انا ممكن على طول مباشره ابدا مع الماي سيكوال داتابيز على طول، ينفع؟ اه ينفع على طول مباشره، مفيش اي مشكله خالص. مش بيزد اون اللي قبليه، مش بيزد اون اللي قبليه، نشتغل على طول من اول ماي سيكوال مع البايثون ونبدا على طول. اه نقدر، خلاص مش هيبقى محتاجين لاب. فالشباب عشان كده بقول للناس اللي مش ملحق او معانا او كده، وانا اتمنى مش ابطا من كده، بس والله مش هينفع، يعني احنا ماشيين بطيء فعلا، يعني احنا على العكس زي اللي بنقول يعني الحاجات اللي بتطول بتبقى بايخه شويه. لكن باكد على الناس مش لازم تمشي فيديو فيديو في الكورس ده، لا غلط. يعني موضوعات موضوعات، انا ممكن اقسمها ليكم كذا بلاي ليست، خلاص بحيث يبقى كذا كورس او كذا مستوى جوه الكورس، كذا بارت، وده بارت ده مستقل بذاته، ده بارت ده مستقل بذاته، ده بارت مستقل بذاته، بحيث ان انت مثلا عايز تلحقنا وتبقى معانا دلوقتي، اه خش معانا على المايك سكول على طول، ما يهمكش. طب ده الحاجات اللي باقي احس ان انا مش فاهم، اقول لك الكلام ده مش صح. الكلام ده مش صح لان ده ملوش علاقه. حتى انا في المايك سكول خالص ما اتعاملناش مع فايل اساسا. مفيش فايل حتى فتحناه ولا باث ولا اي حاجه خالص. نتكلم على موضوع خالص ملوش اي علاقه باللي قبله. هو بس العلاقه الوحيده ان احنا بالكورس ده بنتكلم مع البايثون يتعامل مع الداتا، خلاص مع كل الداتا بقى، من الفايلز للداتابيز من الجيسون للريستفول اي بي اي اللي مش عارف ايه كل بس هو في الاخر هنا هو ما استخدمتش الكود اللي قبله، وبالتالي مش هيبقى عندي اي مشكله ان انا ابدا من هنا، لان التاني ما بقاش بالريكويزت لده، ما بقتش ينفع اما اخش هنا على الماي سيكوال والا انا عمري ما افهم الكلام ده. ليه يا عم ما افهم الكلام ده؟ عشان ما فهمتش اللي قبله. الكلام ده مش صح، مفيش. احنا بدانا بالماي سيكوال، بدانا موضوع جديد بناخد اس كيو ال، مش داخلين في اي تفاصيل تخص ولا الجيسون ولا الريست فول اي بي اي ولا السي اس بي فايل ولا الاكس ام ال ولا اي حاجه خالص. بدانا في موضوع جديد خالص اسمه ماي سيكوال وبايثون واس كيو ال وخلاص. فمش محتاجين، حتى ما فيش معلومه انا بقولها ببقى معتمد فيها ان الناس خدت معلومه قبل كده، لا ما فيش حاجه اصلا. ولذلك اللي مش قادر يتابعنا يقدر ينسق عمله خلاص بان هو يرتب. لو بالنسبه لكم كويس ان انا اعمل لكم كل جزء بلاي ليست منفصله وابعتها لكم كامله على بعضها، انا نو بروبلم يعني اعملها لكم يعني. حدش بيرد عليا ليه؟ مفهوم الكلام او اعمل لكم البلاي ليست او ايه؟ النظام اللي احنا ماشيين عليه ده كويس مفيش مشكله. قصدك على البلاي ليست يعني هو كورس واحد يعني؟ اه ده عادي تمام، هيقسمه في الديسكربشن بتاع البلاي ليست. انا
هقسمه في الديسكريبشن بتاع البلاي ليست وخلاص. انا بقسمه كنت بعت لكم قبل كده تقسيمه، بس انا باكد على فكره بس مش بيزد، ده مش بيزد على ده بس. يا ريت يا دكتور الله يجزيك خير، السلام عليكم ورحمه الله، لان ده مهم جدا حتى في المراجعه فيما بعد. الواحد لما يحب يراجع شيء يبقى عارف ان في اجنده او اندكس بيقول ده موضوع منفصل، لما يجي يذاكره ما يبقاش قلقان ان هو لازم يكون عارف كذا او كذا يعني. وطبعا حضرتك اكيد استاذنا في الحاجه دي، الاجنده مهمه جدا، الفهرس مهم جدا في كل شيء، رود ماب، ابقى انا عارف. انا بعت لكم ده، انا بعت لكم ده مظبوط مظبوط، بس انا اقصد الملاحظه اللي حضرتك قلتها الاخيره دي كمان هتبقى اكثر فايده يعني بلا شك. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. يعني تحبوا نعم اكتبها لكم يعني، ولا اعمل لكم بلاي ليست منفصله كده لكل موضوع بحيث ان دي على بعضها مش مرتبطه باللي قبلها او اللي بعدها، ولا تحبوا ايه؟ بالنسبه للي فات اذا تفضلت حضرتك بيها تعملها ماشي، انما ان شاء الله ابتداء من اليوم لو تتكرم علينا وتقول مثلا انا هتكلم في كذا وكذا وكذا وكذا، ودي مثلا المحاضره النهارده هناخد كذا، ما يبقاش الموضوع مثلا ماي اس كيو ال اوكي بس هنتكلم في ايه، في كذا وكذا وكذا، يبقى احنا عارفين ابتداء اي حد مثلا عايز يناقش حضرتك تبعت المحاضره يذاكرها، عارف ان اخر التوبكس دي اخرها كده يعني مش اكتر من ال... ايوه هو ده احنا قايلينه، واحنا ده برضو ايه يعني، هو بس شويه لخبطه، لكن احنا لو بصيت على الكورس بتاعنا فالموضوع معروف يعني. حتى من قبل ما ابدا الماي سيكول قلت يا جدعان احنا هنعمل ايه مع الماي سيكول، هنعمل الكراد اوبريشنز. ايه الكراد اوبريشنز؟ احنا خدناها كذا مره وبالتالي ما وضحناش تاني، ان خلاص نقول كراد للناس فاهمه ليه مقصود بيها، ان احنا نعمل اضافه والتعديل والحذف والبحث على البيانات الموجوده في الداتابيز. الاربع عمليات الاساسيه بيسمونها اربع عمليات الاساسيه على اي بيانات. انا موافق حضرتك، لا 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 انا مش عندي اعتراض، انا قصدي تبقى يعني سلايد مكتوبه من عند حضرتك، يعني هيبقى في سلايد مكتوبه بتقول انه احنا هنتكلم في كذا بس وخلاص. طيب انا عارف ان ده مجهود زياده بلا شك، انا يعني بس ده مجرد راي اللي تشوفه حضرتك اعمله يعني. ماشي ماشي على خير ان شاء الله، مش مشكلة خلاص ان شاء الله. الله يجزاك خير ان شاء الله. بس دي كانت حاجه مهمه ان احنا ننبه عليها، بس مش عايزها مع الفيديوهات فهسيب الفيديو لوحده معلش.